هذا اليوم هو عبارة عن منتدى المهن والتوجيه المنظم من طرف المديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بثانوية بن هانئ. هذا المنتدى هو عبارة عن فضاء مفتوح للتوجيه، قمنا من خلاله باستضافة مجموعة من المهنيين ومجموعة من ممثلي المدارس العليا من مختلف التخصصات. كانت هناك 15 مجال حاولنا أننا نغطيه من خلالهم أهم تخصصات اللي كيحتاجوها التلاميذ. كان المجال الطبي، المجال الهندسي، مجال الإعلام والصحافة، مجال اللغات، مجال المهن الشبه العسكرية، مجال الهندسة. إذن حاولنا نغطي مختلف المجالات اللي مثلوها مهنية اللي كيمارسوا في هذا القطاع، بالإضافة إلى معاهد ومدارس عليا، مثلا المدرسة العليا للتجارة والتسيير، جامعة محمد السادس، كلية العلوم بن مسيح، كلية العلوم عين شق، التكوين المهني لانابيك. إذن فباش نخليو التلميذ أنه يختار التوجيه ديالو بشكل صحيح وبطلاقا من رغبته الشخصية وفي بناء مشروعه الشخصي. هاد اليوم استفدوا منه تلاميذ سنة أولى بكالوريا وثانية بكالوريا بثانوية تأهيلية بن هانئ، بالإضافة إلى تلاميذ ثانية بكالوريا من مجموعة من مؤسسات تعليمية أو ثانوية بعين سبع، مؤسسة المقدسي، الرياضيين، الفارابي والبارودي والإمام مالك. رسالتي للتلاميذ هو أنهم يبنيوا مشروعهم الشخصي من خلال قدراتهم، يستفدوا من هذه اللقاءات، يستفدوا من أطر التوجيه اللي كيقدموا لهم أو كيساعدوهم في بناء مشروعهم الشخصي، أن تكون عندهم هذا الاختيار الدراسي أو المهني انطلاقا من رغبتهم الشخصية ومن قدراتهم وكفاءتهم المعرفية والدراسية. إذن اليوم تم المنتدى ديال التوجيه والمهن اللي انضمته المديرية الإقليمية عين سبع حي محمدي بالثانوية التأهيلية بن هاني وبالثانوية التأهيلية مصطفى المعاني بالموازاة. إذن هاد المنتدى هو فرصة للشباب ديالنا باش يوعاو باللي باسغيل اللي كتنتظرهم وباش يكون عندهم واحد اون سارتين ماتوريتي بروفيسيونيل. إذن وبوغ إكليغي أوسي لوغ لونترن بروفيسيونيل من خلال حصص توجيهية مع مهنيين من 15 مجال مهني، من خلال كذلك ورشات ديال المهارات الحياتية، ومن خلال ورشات بوغ لا جيستيون دو كارييغ، وكذلك كاين المعرض ديال الطلبة، إذا المعرض ديال المؤسسات العمومية العليا. هذه محطة أولى، والمحطة الثانية إن شاء الله غتكون في لو 2 أفريل بمؤسسة ثانوية الإمام مالك، ثانوية إيليا الإمام مالك. والمحطة الثالثة إن شاء الله هي واحد التعبئة ميدياتيك اللي كنتظروا منها انها تشجع المؤسسات الاخرى باش ينظموا حتى هما منتديات ديال التوجيه والمهن بطريقه محليه، حتى يصبح هذا المنتدى ديال التوجيه والمهن واحد العاده موسميه بلوتو كو ان ايفينمون بونكتويل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.